سي العلوي الأستاذة سعاد سي وائل لكم كلمة. جينا في الحقيقة ما توقعناش غادي يكون اليوم الله التوديع واليوم الختامي فعلا مشاعر عجيبة ما سخيناش فعلا. كنتو أسرة لينا حنا أكثر ما كنتو زملاء ولا أساتذة لينا، لا أنت لا سي بوبو الزملاء كاملين. أنا تشرفت باش أنني نكون ضمنكم. دوزنا أكثر من شهرين ما سافرناش، ما استمتعناش على برا، ما درناش الأشياء اللي كنا كنديروها في العادة، ولكن كانت متعة أكبر بالحضور معكم. ملي كنفتحوا الغرفة كيمشي التعب، كيمشي التوتر، كيمشي أي رغبة في أي حاجة أخرى، حتى الإحساس بالجوع ما كنحسوش بيه، وكنكونوا ما واكلينش لأن كاين متعة كبيرة معكم. كنت ثنائي فريد من نوعه في الحقيقة. كملتما بعضكما، اللي كاين في سيبوهو كيكمل اللي عندك انت استاذ حسن. احنا فخورين جدا اننا معكم، والله شاهد انني شكون ما تلاقيت كان انا قلتها لك باقي الشعر مازال ما كتبتوش فيكم. تبارك الله عليكم، وان شاء الله ما غاديش تكون اخر دوره او اخر دورتين اللي غنديروهم معكم. احنا مازالين معكم، و اش غادي نقول لك ما سخيناش في الحقيقة. أنا تفاجأت أني حسبني مازال إحنا مع بعضنا. لا إحنا عندنا 10 أيام، عندنا 10 أيام الراحة وندوزوا للعمل إن شاء الله. نتمنى نكونوا عند حسن ظنكم وتفتخروا بينا وتشوفوا بأن الإنجازات اللي غنديروا فعلا داكشي اللي عطيتونا تشوفوه عندنا. هادشي اللي كنتمنى. أصلي حسن، أنا مرحبا سي العلوي. انا نقول لكم واحد السر بعدا قيس العالم. انا كنصعب راسي جي راجوني دو 10 ans تقريبا، على الاقل 10 سنين رجعت للور الحمد لله. هذه ماشي النقطه الثانيه هي انه بحق كنا واحد القدوه اللي شافونا دابا شي لوليداتنا والاصدقاء ديالنا وتقولوا لهم شنو كنديروا، يعني بعثنا فيهم واحد الروح ديال التوما ديال الحماس الحمد لله. وانا كنشوف بحال دابا عندي جوج واحد البنات تبارك الله واخا شاد تبارك الله ليسونس داكشي هذاك لقيتها ودات عاود كتقرا حتى هي، وبدات هي كتطلع تتقلب داكشي ديالها، قالت لي باغا ندير الماستر وباغا ندير هادي وغندير هادي وغنقلب على شي مدرسه في داكشي الاخرى. عاوتاني قالت تبارك الله درت برنامج جاي ودرت واحد المخطط ديالها ديال الدراسه. يعني الحمد لله حنا كنشوف بان هذا الشيء اللي قرينا حنايا غير الفن اللي كنتعلموا، ناس وحده اخرين الحمد لله راهم قصناهم الحمد لله وتاثروا بهذا الشيء هذا وهو راهم غادي الحمد لله. وهذا هو الربح اللي بغينا حنا، كما قلنا بغينا هذا التغيير هذا يبان علينا حنا اولا ويبان على المحيط ديالنا كله ان شاء الله الرحمن الرحيم. اثروا في الناس ايجابيا، نعلمهم كيفاش يعيشوا الى وفقنا الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى باش يكون الصحيفه ديالكم اوف ديالنا حتى حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وفقنا في الخير والصلاح. الله يكرمكم ويكرمكم بخير. امين يا رب العالمين. استاذ زهور، سي وائل، استاذه ليلى، استاذه حنان، سي حسن، مرحبا سي وائل. كنشكرك بزاف السي حسن، وكنشكرك كذلك السي بوهو على كل ما قدمته لينا. واكيد هذه الدوره المطوله غادي يكون عندها واحد التاثير بالغ في الحياه ديالنا في جميع الجوانب الحياه، ونتمنى ان شاء الله نمشيو في مسار التغيير ان شاء الله في الحياه ديالنا. امين ان شاء الله. وكذلك كنشكر جميع المشاركين في الدوره، اكيد راهم افادونا بالتجربه ديالهم، هي تجارب مختلفه استفدنا منها. دابا وليداتك فرحوا سي وائل، سالينا سالينا. بصراحه ما سخيناش، ولكن نتمنى نتلاقاو في دوره اخرى ان شاء الله. سي حسن ما كاين سالينا، كاين دابا الماضي مشى الواقع حنا فيه، خصنا نشوفوا المستقبل اخر عاوتاني ولا هكذا. احنا دابا راه عندكم دابا ان شاء الله ابارتيغ لو 20 اجي لومبلوا، راه عندنا واحد التسويعات اللي هي نديروا فيها الاشياء اللي كل واحد شنو كاين تما، وحنا اللي دار شي حاجه حنا تلامد عنده كاملين. الله يكرمكم بكرامه. باش نشوفوا نيت فعلا واش حنا غادي ولا ما غاديش. لا يمكننا نتصلوا بكم الا بغينا شي سودا حسيدي حسن، هذا ماشي مشكل. علاش صيفط لكم انا دوك الاشياء باش حتى دوك الاشياء يعاونوك، وحنا ما بغيناش نبقاو في النظري وبغينا حتى التجربه ديك الدخله. واه هذا بيت التجربه اللي قلتي ديال بنيوتات راه ما شاء الله ما سهلاش هذيك. دابا انت راه غيرتي السلوك ديالك، تغيرت البيئه عندك في الدار. صافي صدقتي تفضلي. شكرا استاذه، والصراحه تعجز الكلمات على الشكر ديالكم انت والاستاذ بوهو.
والصراحه كان ديما الصيف انا كان كيدوز عندي كئيب. هذا اول صيف حسيت واحد الفرح وحسيت واحد التجدد ديال الطاقه ديالي. قال السي احمد هو بان الشباب ديالو تجدد. انا صراحه كان عندي واحد الاحياء العلم اللي كنتو كتعطيونا صراحه كان رائع وكنتو في المستوى وصراحه كنتو رائعين والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيكم. ماشي فدتونا غير حنا, فدتو وليداتنا لحقاش حنا تغيرنا وحسوا بالفرح معنا, وفدتو حتى الازواج ديالنا حتى والدينا وخوتنا اللي لاحظوا التغير علينا. صراحه كل الناس استفدنا منكم الصراحه. الله يحفظ لكم هذا العلم النافع والله يزيدكم قوه على قوه. وصراحه انا فاش ملي قلتي هذه الكلمه تاع سي حسن حسيت بشي شويه ديال القنط وخلعت باسكو ولفت. والله الا والله يجزيكم هذاك الشيء اللي كاين. وحنا راه واخا تسال الدوره غادي نسونيو عليكم وغادي نستشركم وغادي نسولوكم. الله يطول عمركم استاذ والله يجزيكم بخير. هادشي اللي نقول. وبالنسبه للاخ والاخوان والاخوات اللي كانوا معنا صراحه كانوا في المستوى وكان لي الشرف انني نكون معكم ونكون مع الاخوان وتحت الاشراف ديالكم الاساتذه. وشكرا جزيلا. الله يحفظكم. انا صراحه الله ما خلاو لي ما نقول. سعاد داتي الهضره كلها. انا باش قلت لكم فاجاتنا راه في علم فاجاتنا. انا مدينه عندي واحد الكلمه. انا مدينه بزاف ديال 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 الحوايج في حياتي اللي كان عند الاستاذ بوهو تاثير فيها. وكان وهذه الدوره اكبر هديه كيهديها لي الله يجازيه بخير والله يفرحك بوليداتك ويعطيك ما تمنيتي عند الله ويزيدك من فضله. سي حسن الله يجازيك بخير ونتمنى الله يبارك لك في صحيحتك وفي علمك. هذا اللي نقول لك بالاضافه لهادشي اللي قالوا الاخوان كلهم. كانت الدوره كان عندها واحد التاثير كبير في حياتي ونتمنى مورا هاد الدوره ناخذ القرار لان مش حال هادي وانا كان نحاول ناخذه. نتمنى ناخذ داك القرار ويكون اول تجربه وشكرا لكم. مشات لي الهضره. ثاني حاجه ان كيحصل لي الشرف انني نكون ضمن هذه المجموعه الكريمه. لقيت فيها التوام ديالي. سعاد ما عرفتش كاينه ولا ما كايناش. مشيتي الله يجزيكم بخير ولي الشرف الكبير انني هذا. وخلي ما مشات لي الهضره لان فاش قال فاش بقى كيدير ديك الكلمات كنت زدت غير شويه غنبقى نبكي انا. سيبكيو انا والله الا لان صافي تزير تكون زدتي كملتي. السي حسن كبيرتش كنتي كتهضر راه موراها استاذ بوم موراها سعاد صافي انا كملت. داكشي واش بقيت انا التاليه مشيت لي الهضره. كنبقى دائما متشوقه فوقاش الدوره. واول ما كنحل انا بعد ما مدمناش على الواتساب ولكن وليت مدمنه عليه. خصني نحل نشوف شنو كاين في الجروب شنو كاين شنو تصافت شنو يعني. هذا الحمد لله وليا الشرف والله يجمعنا في حوض النبي. هذا الشيء نطلب الله سبحانه وتعالى ونتمنى ونلقاكم في دوره اخرى ان شاء الله وما تكونش اخر لقاء بيناتنا ان شاء الله يا رب. ونتمنى وما يكون ما نخيبوش الظن ديالكم نكون عند حسن الظن يا ربي. ما كرهناش قلتي من هنا شهر 11 12 يبان لنا الناس طيب دوت يخدموا عندكم شي مشكل في البيبليسيتي شي حاجه نعاونكم في داك الشيء ما كاينش اشكال. استاذ حتى انا بدوري بغيت نشكركم. مرحبا استاذ ليلى. ونشكر الاستاذ بومو ما شاء الله عليكم والله يزيد في مددكم ويجعلها ان شاء الله الدوره ودورات اخرى في ميزان حسناتكم ما شاء الله. هذا الشيء كيشرف والله العظيم. الله يكرمك. وبغينا نستديو بكم هنا دابا راكم نتوما هما القدوه ديالنا راه غنشدوا فيكم. مرحبا استاذ. يدقوا البيبان العيب هو ما يدقش لواحد الباب. فوالا توكل ما تخاف من داكشي والو وكل شيء حتى حاجه ما صعيبه. صراحه هذه الدوره كان ليها فضل كبير انها تبدل بزاف د الحوايج كما قالوا الاساتذه الكرام. ولقيت فاش كنت يا استاذ حسن كتقول ان اخر الدوره حتى انا والله الا تفاجات وشي حاجه جاتني في قلبي وبغيت نبكي. غتكون اخر ان شاء الله ما تكونش اخر. لا ماشي اخر. لا انا شخصيا فيا الخلعه ديال الامتحان ولكن عندي
ظن بكم غتعاونونا. طبعا طبعا الاشاره الحمد لله دائما. باش نعرف هذا دابا لا زون دو كونفور راه تندوز لواحد لا زون اللي هي الخوف. داكشي تحتاج يولي التعلم هي تدوز هذيك وتدخلي لا مستحيل تقولي والله الا انا قادر ندير هادشي دونك انا عندي كفاءه وتزيد من نفسك ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم وشكرا بزاف الله يجازيكم. لا شكرا واجب بخير. وشكرا لكم الله يجازيكم بخير. تبارك الله عليكم جميعا ومسيرة طيبة. ليلة سعيدة. شكرا لكم.